أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس. حلقة ملك وكتابة رقم 842 جاية في إيه اليوم الحلو ده؟ أنا بقى بقول لك إيه النادي الحلو ده؟ النادي الحلو ده اللي يقدر يفرحك في الرياضة، اللي يقدر يفرحك في المكانة، اللي يقدر يفرحك في الشموخ والكبرياء والقيم والتمسك بالمبادئ والنظام. النادي الذي لا يلتفت إلى الصغائر وإنما يلتفت إلى العمل والأفعال. النادي الذي يتلقى الضربات فيعلو عليها ويكبر بها. النادي الذي يحقق في مجالات التسويق والإنشاءات والإدارة والنظم والابتكارات كل يوم ما هو جديد ليناطح الكبار جدا. ولعل هذا الموسم الذي أطلقت عليه أستاذ إبراهيم سيد المواسم. هو سيد المواسم ليس بكرة القدم فقط، ولكنه سيد المواسم. أنا أزعم لا يوجد نادي في العالم، وهيعدونا دلوقتي عدد البطولات اللي خدها الأهلي في كل الألعاب مجتمعة، أتحدى إن كان في نادي استطاع في مجمل هذه الألعاب أن يحقق نصف هذه البطولات. النادي الأهلي ده مش بس البطولات، إنك أنت يبقى عنده مشاركات في بطولات العالم للأندية في الألعاب الجماعية كلها. إذا دورت على الأرقام، وهندور على معظمها، الناس هتدهش معانا يا جماعة، عشان بقول لكم إيه النادي الحلو ده، وعشان لما أقول لكم يا جماعة هي أين ومن أين نبعت عظمة الأهلي. هل الأهلي عظيم عشان بيكسب؟ قلناها 100 مرة، ده الأهلي بيكسب يا جماعة عشان عظيم. عارفين إيه الشيء الوحيد اللي ممكن ينافس ياخد منك سنة بطولة، لكن اللي مش ممكن ياخده منك كبريائك وشموخك ولا يقترب من تقاليدك. هو فاهم من التقاليد ان يقعد كل ما يكلم يقوم يلسن عليك عشان يهرب من المشاكل، في انه مش لاقي حاجة بقى لغوش في الحتة دي. ولكن أهلي هو بكل المقاييس النادي الذي يعلم انه هو يربي أبنائه ازاي ويحاسبهم ازاي. تقاليد النادي والاهلي وقيمه هي على من نبت في الاهلي ومن يعيش في الاهلي، فيلقى منا كل ثواب وكل جزاء.